استطلاع أجريناه في بغداد. نعم. التقوا كادر البرنامج مع عدد من الشباب والبنات أيضا، يعني وتحدثوا بسؤال محدد، يعني هل توافق الارتباط أو توافقين الارتباط بشخص من أصحاب البشرة السمراء؟ حتى نشوف إجاباتهم. تقدر ترتبط ببنية من البشرة السوداء؟ بالنسبة لي عادي، ما عندي مشكلة. يعني أنا أصلاً ما أكره إنه هاي مثلاً سالفة سني أو شيعي أو لون أسود أو لون أبيض كلش أو لون بها بهاق، هالسالفة كلش عادية. يعني إن شاء الله إن أصلاً يعني إحنا بالعلاقة أنا أشوفها هواي موجودة. لا ما أوافق على مود النسل الأطفال، يعني على مود الشكل أو هيك، يعني أنا هاي رأيي الشخصي. لا كل احتراض ماكو. أولاً هذه يعني تعتبر خلقة رب العالمين، والأول والتالي يعني هذا الشيء حرام. يعني كأنما إذا ارتبطت بابنية من البشرة البيضاء أو البشرة السمراء فهذا الشيء يعني مو كتحديد كشريكة حياتك. يعني بالعكس أكو سلبيات وأكو إيجابيات، يعني مو كل البشرة السمراء يعني سلبي ولا البشرة البيضاء إيجابي، يعني بالعكس. عندك اعتراض قدم لك أحد من البشرة السمراء؟ لا بالعكس، ليش اعتراض؟ يعني الله خالقنا كلنا بشر والحمد لله والشكر، ماكو تفرقة بين أسمر وأبيض، كلنا واحد. أكيد طبعاً ماكو مشكلة، يعني أكيد هي المشكلة مو باللون أصلاً يعني. وهذا إذا راح نحكي بهيج منظور، يعني باعتبار إحنا هذا يعني تمييز عنصري أصلاً راح يصير على شكل واللون زين، فهذا أكيد يعني هذا ما مسموح به أبداً، لا أخلاقياً ولا إنسانياً ولا دينياً. يعني حتى رب العالمين من خلق الناس خلقهم سواسية، وخلق ناس لونهم أسمر وأبيض وأشقر، يعني فكل الناس سواسية. حتى من منظورنا الإسلامي إحنا كمسلمين، يعني النبي عليه السلام والقرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا قال الأشقر كذا ولا قال الأسمر كذا ولا قال غير لون كذا، قال الميزان عند رب العالمين هو التقوى والأخلاق طبعا والتعامل. يعني طبعا إذا كانت أموال ما تأثر البشرة واللون ما كفر، إيه ما تأثر بشيء. ليش اللون؟ هي الله خلق البشر كلهم مساويين، لون البشرة إذا كان أسمر أسود أبيض ما له أي دخل. الإنسان نعرف من خلال جوهرة، من خلال إنسانيته، أهم شيء إنسانيته. فإذا توجهنا العنصر راح يجرد من هاي الإنسانية اللي الله خلقها بداخل كل إنسان. لا والله ما أرضى إلا بواحد عيونه خضر. يعني والله ماكو سبب، بس يعني ما صعبة.